نخبة من النجوم وكل واحد في مجاله. وخلونا نشوف الآن عنا من عالم عارضات الأزياء وأيضا من عالم الأزياء نتالي فضل الله. أهلا وسهلا فيك. بس هويدا وزي انا نتالي كيفك حبيبي؟ انا نتالي اهلا وسهلا. يعني وين موسوسه حتى هون؟ طبيعي. انا بدك تقولي لي وينك انت؟ كيفك؟ اهلا وسهلا هويدا، كيفك حبيبتي؟ يلا بنقعد حتى وين اقعد؟ لا انت اقعدي هيك وهيك تقعدي هيك. ايوه شو صار؟ شو في؟ لا هلا بتشوف شو صار شو صار؟ لا لانه انا ما كنت عم لبس العارضات، ففي عبايه المفروض تلبسها من تحت لبستها من فوق ما عم تنزل، فلبستها قصيره انت. هلا بتبين معك. مشي حالها المهم ولا بعد؟ لا بعد ما هلا بشوفوها. طيب هلا بنشوفها. يا اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. كيفك نتالي؟ ماشي الحال. رمضان كريم. ينعاد عليك. رمضان كريم. ينعاد عليك. مشتاقين لك. الله يخليك، نحن مشتاقين لك اكثر. رمضان كريم ايضا لهويدا. تسلم لي. كيف خليت لنا اجواء دبي؟ اجواء بتجنن دبي برمضان، دبي برمضان كثير رمضان. يعني كثير اجواء حلوه وما اختلفت كثير عن الشوب اللي بلاقيتيه في بيروت. لبنان حلو كمان برمضان. لا طبعا طبعا اكيد، ما هو انا كمان كنت متوقعه انه هون كمان حس برمضان اكثر، واكيد لقيت اجواء احلى باسواق بيروت. رمضان حلو وين ما كان. احلى شفت الاجواء اللي عاملينها احنا برمضان. عم شوف خلقناها على التلفزيون. على فكره انا جاي بس لاشرب عصير، ما كل يوم بالبروجرام تعملوا مشكله على العصير ما بفهم. يلا كل يوم بدك تعملوا شو المشكله؟ كل يوم حديثكم ليش عصيرك احمر عصيري اصفر؟ اطلع لي ناطيتك شو شو بدك تضيفني اليوم؟ لا اليوم العصير على فكره كثير طيب. بعدنا عم كل الالوان مشان نحل المشكله. اكيد لا حلو كل الالوان. انا برسة هلا برجع لنتالي لانه رح نحكي كثير عن عالم الازياء وعالم عارضات الازياء، لكن هويدا انا قلت بانه انت دائما في رمضان بتخصي جمهورك سواء الخاص او العريض بكوليكسيون للعبائات بهذا الشهر الكريم، ودائما بيكون فيها هيك تاتش مميز. شو في جديد هالسنه؟ ايه صح، انا بعمل جلابيات بس برمضان، يعني بس يخلص رمضان ما عندي جلابيات. وبحس اذا ما قدرت اقدم شيء جديد فما في داعي اعمل، فدائما بغير بالقصه يعني او بنوع القماش يعني او شيء، دائما عندي هيك مثل مثلا شوف شو مهضومه وقصيره. بدي كنت هلا كنت عم جيب شوز لحتى لي البس، اجوا اثنين ستات سالوني انه شو حلوه العبايه ممكن لقيها بشي محل نشتريها، قلت لها هلا بستفسر لك انه وين ممكن يلاقوا هالعبايه، سالتني بدبي. لا ان شاء الله قريبا حكون ببيروت ان شاء الله، بس حاليا لسه بعد بدبي. فالمهم بقدم شيء مهضوم لطيف بيخلص بنهايه رمضان. بس شغله بحبها بعملها يعني، بس مانو شغلي يعني، انا شغلي بتعرف اوت كوتور سواري، بس بحب اني اعمل هيك. عبايات على المسرح شو بنقول عنها هويدا؟ هلا هاي العبايه هي قصتها الحلوه. الحلو فيها نوع القماش تبعها عاده لا يستعمل، بيستعمل بالكوتور للسواري اللي هو فول سيكونس البيات كامل، فهي القماش عاده تستعمل سواري ما تستعمل عبايه. الشك فيها كثير ناعم، بس هي القصه حلوه يعني فيها. هلا العبايه الثانيه ما بعرف شو بدي اقول لك، المفروض هي شو صارت؟ صارت ايفنينج دريس، صارت هوت كوتشير ايفنينج دريس. حابه احكي عنها بس ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب هي بدها تتظبط؟ لا هي لبستها فيكي تظبطيها؟ فيني بظبطها. قومي نظبطها. توني الحقنا كل الوقت، خلينا نظبط العبايه. توني الحقنا فيها فتح سحابات الصيح. خلينا نشوف يعني. شو فينا نعمل العباء الا اذا في شيء على الهواء ما بيبين، هيدا ما فينا نعمله. هلو جيرلز هاو ار يو؟ اي ثينك يو هاف ا بروبلم وذ يور عباية. بقول لك شو المشكله. قولي لي شو المشكله. المشكله انه هي العبايه المفروض تنزل ما عم تنزل لان هي ضيقه من هون، فهي في لها سحاب، هي مو فاتحه السحاب. اوكي لبستها بدون سحاب. طبعا انا بغطي وانت بتفتحي السحاب ولا شو بنعمل؟ ايه ما فيكي تغطي انت هيك. اوكي انا بوصف من قدام، في التطريز في الشك. لا بلال ما بيمشي الحال، لازم تشرحي تلبسي. اه ريلي اوكي. المهم احنا شفنا جزء
بس بيرفع ركزوا على هديك العباية. هيدي بتجنن، هيدي نفس القماشة اللي لبستها نانسي، نفس الشيء؟ ايه نفس الشيء، غير درجة اللون غير، وكأنه حديد أو شيء. لا السيكونس بس هي مات، المات بيعطيك ميتاليك، بس هي لا السيكونس العادية يعني. أوكي. هي نفس القماشة بس بتفرق درجة لون، صدقوني كان ممكن تكون كثير حلوة. طب خليها هلا تظبطها بنرجع بنشوفها بعدين. والعريضات الحسنوات اكيد من عند نتاليز ايجنسي. خبرينا هويدا شو قاعدين نشوف هلا. بدي اقول لك يا انه السنه الموضه كانت انه الالوان بالقطع الواحده يكون في كذا لون، وموضه هذا البرنت تبع السكارف تبع الشالات اللي هي كانت موضه بالتسعينات لفيرزات شيء اكثر واحد انشهر فيها. يس. فهلا راجعه موضه، فانا مثل استخدمتهم هدول كالوان وكالسكارف هذا كمان بالقلابيات، انه اقدر ادخل شيء على القلابيات جديد. هلا هي نفس قصه الذهبي اللي حبيته قبل، والثانيه هيك قصه جديده يعني. كم عبايه عندك لهالكولكشن؟ انا عامله بحدود ال 20 وحده. خلينا نشوف ديتيلز كثير حلو، يمكن كل قصه فيهم تختلف عن الثانيه، بس هي الالوان يمكن بس المتقاربه. هلا هي الالوان السنه الالوان كثير موضه، والالوان القويه لازم. فهدول هن هلا السكارفات هدول كثير حلوين، عامله كذا قطعه، فهدول كانوا من احلى القطع. ايه هذا السكارف حلو، حلو كثير وقصتهم حلوه، بس يمكن على الهوا ما كثير عم يبين. على الهوا ما عم يبين. ايه العدات تضعف مش ناصحين، بس اللي على الهوا شوفوا على هيدا هون هون مبينين. ايوه كل واحد خايف على شغلته. نتالي شو بتخبرينا عن العارضات؟ هون مثل ما انت شايفه انترناشونال موديل، يعني دي بدها تكون بروفيشنال تنحسي بالقطعه، والقطعه عربيه مش قطعه اجنبيه. سو وعندك ستيل، اخذنا اثنين ستيل مختلفين، يعني العبايات تبع هويدا بيقدروا يلبسوه مش بس المره الشرقيه، اكيد المره الاوروبيه، لانه مش مبينين هون كعبايه اكثر ما هن كوتور بتقدري تطلعي فيهم باي سهره اللي كانت. والالوان الدمج تبع الالوان كثير حلوه اللي عملتها. Good luck هويدا، حبيتك تسير. You are ready. تسلمي. لا حلو، حلو كثير، خصوصا انه العبايات بتتلبس في شهر رمضان، لكن الناس بتدور اكثر على الاعياد شو بيلبسوا في العيد، فيمكن كوليكسيون جت في وقتها. هلا انا ما قلت لك، انا لما بعمل، انا مو شغلتي قلابيات، لما بعمل قلابيه بحب اني اقرب شوي من السواري. في ستات ما بيحبوا كثير انه واسع وما يبين، بيحبوا ياخذوا شويه شيب، يعني هذا هو. احيانا بتكون في اشياء هيك اجمل من الفساتين السواريه. ايه اجمل، بتكون اجمل يعني. ايه الشرقي كثير فيه الانوثه بالشرقي اكثر بكثير من الفستان السواري. كثير حلو، وانا بلاقي هيك تبعه حلو، لانه جاي الستان تبعه كثير ناعم، وهيدا بيساعدك ما تشوي بكثير كمان. حلو. نشوف العبايتين لهويدا، خبرينا شو عم نشوف. هي كمان قلت لك السودا هي قماشتها كثير حلوه، فيها مثل طبعات جلد، ومدخلت لها بس هو هذا الكم اللي هو شك والالوان، ونفس الشيء نفس فكره انه الالوان مع بعضها. هي العبايه الثانيه الصفيه مع الموف لها كمان نفس الكم، يعني هي من طرف عم تكون مثل ضيقه بتعطي شيب للجسم، من الطرف الثاني واسعه. هي هي من ضمن الكولكشن يعني. بس بدي اقول لك بلال، ما بدي احكي عن فساتيني، بدي احكي عن الاستاذ علاء. كثير مبسوطه انا. كان من اول الحلقه وهي بتقول لي بدي، في عندي قصه بدي احكيها على علاء. انا كثير انبسطت لما عرفت انه حضرتك معنا. وذا سويت جيرلز موجودين على المسرح. ايه صح. هلا هدول العبايتين اللي هن انا دائما عندي شيء له علاقه بالفيكتوريان ستايل. كثير بحب الكورسي وهيك، فهدول عملتهم انه قلابيه عربي بس حاطط لها كورسي. هو من جوا فستان ضيق وفوقه شيفون او اورجانزا، وحاطه هي البرنت اللي قلت لكم هلا كثير موضه، وشكل الكورسي كلياته تطريز صايمه، تطريز ايد. حلو. هدول من القطع اللي كثير بحبهم انا. نتالي بس انه بالفيكتوريان قلابيه ما بعرف كيف بدك تظبطها. حلو هيدا المزيج، حلو فلسفتك دائما غريبه عجيبه بس حلوه، بس تطلع بالاخير حلوه، فهيدا المميز. ها ايه الخلطه. هلا انا وعلاء كنا عم نحكي انه كيف الواحد ممكن ياخذ من اشياء قديمه، اخذ شيء من الفولكلور وعمل منه هيت،
كمان هويدا نفس الشيء بتاخذ كثير من التاريخ و... انا اي كولكشن بعملها لازم يكون فيها شيء له علاقه بال 18 سنشري الفيكتوريان ايج لانه كثير بحبه فما بقدر لازم احط قطعه يعني هيك فهدول قطعتين هن على فكره هدول كولكشن انا كنت عملتها للفنانه ميسا مغربي من سنتين على مسلسل هوامير الصحراء أيوة. بس كانوا كلهم بالدانتيل وكانت كولكشن اكثر كولكشن قلابيات ضربت معي فالسنه حبيت عيدها بس مع تطريز صرمه ومع انه تكون اثقل افخم شوي هيدي هي الاجابه الصحيحه العبايه قاعدين تشوفوها انتم على الهواء مباشره هذه هي عباءة هويدا شكرا لك هويدا على الشغل الحلو والتميز دائما في الابداع كيما كان الكوتور متميزه في العباءات متميزه هذا الفنان الشامل والمتكامل وين الصبيه الحلوه